دع من الأصدقاء قريبين، ولكن اجعل من أعدائك أقرب. كانت أمريكا تبحث في تطبيق هذه القاعدة مع السوفييت الذين يتفوقون جويا بشكل مخيف، فهم من وضعوا المحركات النفاثة على طائرات ميج البارعة في المناورة والسرعات العالية، وهم من زودوا طائراتهم هذه بنظام حرب إلكترونية متقدمة، ووصلوا إلى سرعة أعلى من سرعة الصوت بضعفين ونصف، إضافة إلى طفرة جوية مرعبة بطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز مي 25. بينما كانت طائرات أمريكا من طراز F-4 تسجل فشلا ذريعا في حرب فيتنام وسط تكلفة إنتاج باهظة. السرقة والاستيلاء والخيانة ثالوث الحل الذي اعتمده الأمريكيون. في حرب الكوريتين ومناطق أخرى حول العالم، كان البنتاغون يوجه قواته للحصول على الأسلحة الروسية الموجودة في تلك البلاد ونقلها إلى أمريكا كأولوية قصوى. خصصوا خبراء ومهندسي الطيران وعلماء الفيزياء لتحليل وتفكيك ودراسة كل قطعة من هذه الطائرات مهما كان طرازها، وأطلقوا مشروع X1 لتطوير مقاتلة تضمن التفوق الجوي بميزانية مليوني دولار لكل طائرة حينها. لكن العلماء السوفييت كانوا يتفوقون ويتطورون بشكل أسرع من الأمريكيين، وفاجأوهم عام 1967 بطائرة ميج 25، هذه الطائرة الغامضة التي حطمت كل الأرقام بسرعة 3000 كيلومتر في الساعة، أي أكثر ب 500 كيلومتر من طائرة F-15 التي أنتجتها أمريكا. تستطيع الوصول إلى ارتفاع 38 كيلومترا وتتسلق 30,000 متر خلال 4 دقائق و4 ثوان فقط. كان السوفييت يقبضون على خناق عدوهم بهذه التكنولوجيا، لكن ضابطا برتبة ملازم طيار اسمه فيكتور بيلينكو خان بلاده حين فاجأ اليابانيين الذين كانت تحمي أجواءهم الطائرات الأمريكية، وهبط في مطار هاكوداتي المدني ليطلب اللجوء السياسي في أمريكا مكافأة له على حمل هدية لهم ما كانوا ليحلموا بالحصول عليها. كان لفيكتور ما أراد، بل وحصل على الجنسية الأمريكية متخلياً عن وطنه وزوجته وابنه ووالدته، مدعياً أنه لم يتحمل ظلم الناس وجوعهم بالرغم من وظيفته وراتبه المحترمين. وقعت اليابان في ورطة ولم تعرف كيف تهدئ من غضب السوفييت دون تسليم الطيار والطائرة، وكيف ستسمح للحليف والوصي الأمريكي بالحصول على هذا الكنز. وكان الحل بقدوم خبراء عسكريين بزي متعاقدين مدنيين إلى حيث بقيت الطائرة، وفحصوها وفككوها بالمكان، وادعوا أنهم لم يجدوا فيها تلك الطائرة الخارقة وأنها مجرد دعاية سوفيتية مبالغ فيها. لكن التطور المتسارع والكبير للطيران الأمريكي بعدها أثار التساؤل حول الأسرار التي حصلوا عليها قبل أن تعيد طوكيو الطائرة للروس على شكل قطع. الرعب كان موصولا من طائرة الهليكوبتر مي 25، فقوتها واضحة ومجربة في مناطق عدة. علمت CIA بوجود واحدة منها تركها الجيش الليبي فوق أراضي تشاد بعد انسحابه من الحرب هناك. خطط لعملية سرية مع الفرنسيين ونقل قوة كاملة وطائرات شحن ورفع لسرقة تلك الطائرة والإتيان بها إلى أمريكا، ومنها تطورت طرازات الهليكوبتر الأمريكية المتنوعة أباتشي وغيرها. وحتى بعد الانهيار السوفيتي الكبير ما زال في جعبة العلماء والمصممين الروس مفاجآت يفضلها السوق العسكري في دول كثيرة، ولكن الأمريكيين تطوروا في هذا المجال كثيرا بتطور التكنولوجيا، مستفيدين من فجوة الزمن التي استمرت لأكثر من عقدين عندما تراجعت قوة روسيا. ولكنهم لا يغفلون عن جعل عدوهم أقرب وأقرب، فإن في جعبته ما قد يقلب الموازين.